عايزه قضيه ابني توصل لرأي العام، توصل لمفتي الجمهوريه عشان يشيل حق ابني. انت امنه ربنا يا رب، انت امنه البعيد اللي ظلم ابني، اللي ظلم ابني واللي طعنه غاد. انت امنه ربنا يا رب، انت امنه ربنا. عم ظلم الدكتور بلال وخده مني وحرمني منه يا رب، انت امنه ربنا يا رب. انت ام الظالم يا رب، انت امنك يا ابني يا ابن سناء، انت امنك ربنا يا رب. على ظلم ابني على رح زي شربة المية. فلفت ورا فتكن يا رب، ده جاي من صلاته، جاي من صلاته ونصلي وعارف حافظ ربه وعارف ربنا وحافظ القرآن وعارف ربنا. يعمل في كده يتعنض على غدر كده اللي يوعدوا بلاو على صحته وصحته من البعيد. يا رب انت ام الظالم يا رب، انت ام الظالم يا رب. الله اعلم يا رب، الله اعلم. عمل كده ما عشان حوار اللي حصل، عشان اللي قلبه، عشان الحوار اللي قلبه، عشان الحوار اللي قلبه. احرق قلبكم على عز، احرق قلبنا على عز، احرق قلبنا على عز، على احلى حاجه، على اغلى حاجه في الدنيا بحلك. يا ريت موتنا احنا الثلاثه وسابتني، يا ريت موتنا احنا الثلاثه وسابتني. يا رب يا رب انت امنه يا رب، يا رب. القاضي يحكم عليها بالاعداء ويدهولي، ويدهولي انا ابرد قلبي. لو حكم عليها بالاعدام هقول للقاضي كده، حكمت عليها بالاعدام ادهولي انا، وانا اقطع منه بسكينه تنمك، اقطع منه على الحياه كده، ابرد قلبي. اللي وعدوا بلا وعلى صحته وصحته ام البعيد بذنب الدكتور بلال. دكتور بلال يا ولاد، دكتور بلال يا ولاد، العمل غير في الدنيا بحالها يا ولاد، يا ولاد. عذرك مع ربنا يا تفضلوا. احنا معاكم في رفض التنظيم لنا. يا شيخ خالد خلي معانا هنا عند الاستاذ محمد شويه. طب يلا خلي معانا في العربيه، معانا يلا مهندس، يلا ماشي، يلا ولاد ماشي. والله ما هنسيب اللي يقول عليه باي طريقه، اللي يقول عليه قول اللي انت عايزاه، الطريقه اللي بيقولوا عليه مش هينساب ان شاء الله. والله بالطريقه اللي بيقولوا عليه عايزين نريد حاجه حد هو في مكان احسن من ده كله. حاضر، هو اللي هيستقبلك وهيسيبك الحاج في الجنه. ابن ما ينسبش يا ولاد. لا ان شاء الله هينساب يا حاج باي طريقه، ان شاء الله هيجي، ان شاء الله مش هنساب، مش هنساب ان شاء الله باي طريقه، ان شاء الله هيجي يا حاج. الظالم يا رب، خلي الله يا حاج شد حيلك، شد حيلك. تعالى تعالى، قلت الدكتور زكريا عندك، دكتور زكريا تعالى خش انت، خش روح انت، خش معاه جوه جوه يا جماعه، جوه في الاوضه لسه ما جوش، جاي نعم جاي نعم. والله ما هنسيب، اللي يقول عليه باي طريقه، اللي يقول عليه قول اللي انت عايزاه، الطريقه اللي بيقولوا عليه ما ينساب، مش هينساب ان شاء الله. والله بالطريقه اللي بيقولوا عليه عايزين نريد حاجه حد هو في مكان احسن من ده كله. حاضر، هو اللي هيستقبلك وهيسيبك الحاج في الجنه. ابن ما ينسبش يا ولاد. لا ان شاء الله هينساب يا حاج باي طريقه، ان شاء الله هيجي، ان شاء الله مش هنساب، مش هنساب باي طريقه، ان شاء الله هيجي يا حاج. ام الظالم يا رب، احنا معاكم في رفض التنظيم لنا. يا شيخ خالد خلي معانا هنا عند الاستاذ محمد شويه. طب يلا خلي معانا في العربيه، معانا يلا مهندس، يلا ماشي، يلا ولاد ماشي. خلي الله يا حاج شد حيلك، شد حيلك.
تعالى دكتور زكريا عندك دكتور زكريا. نعم خش انت خش الحاج محمود العامر جوه جوه يا جماعه جوه في الاوضه لسه ما جوش جاينا جاينا والله